هل اذا صل مرت من امامي امرأة وانا اصلي منفردا في الحرم اقطع صلاتي؟ لا تقطع صلاتك، مرور المرأة في الحرم ضرورة، ولا لو يقطع الصلاة في الحرم ما صحت صلاة احد في الحرم، يعني مرور النساء بكثرة ودائم، فالدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم بالدين من حرج. نعم.